مبادرة للخير في شهر الخير. جمعيات خيرية في الجزائر تنظم حملات إطعام الصائمين في شهر رمضان في مدن مختلفة. ما نقدرش نخلي الشعب يتمازر برا، احنا في تيزي وزي ولاية كبيرة، كاين بزاف براني، تخليهم برا ما يعطينيش ضمير تاعي نشوف خوتني برا، انا ناكل في الدار هما ما ياكلوش. ابرانا يخلي قلبي انا نجي كي تكون الرحمة الحمد لله. وفي الإقليم الجبلي شمال الجزائر يتم تقديم أكثر من 800 وجبة يومياً للصائمين والمارة وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام، ويتم وضع طاولات الإفطار في قاعة الزفاف التي يقدمها المتبرعون. هذا المبادرة إطعام الصائم، إطعام عابري السبيل، ذوي الاحتياجات الخاصة، خوتنا أرامل والأيتام، خوتنا 58 ولاية، خوتنا اللي يخدموا هنا في تيزي وزو يجوا يفطروا عندنا إن شاء الله، مرحبا بهم. وأنا ندير نداء لخوتنا المحتاجين يجوا لينا أطباق شهية ما شاء الله، مرحبا بهم. كما تعرفوا عندنا يوميا 800 وجبة، وبإذن الله إن شاء الله غدا إن شاء الله ابتداء من غدا عندنا 1000 وجبة إن شاء الله، بإذن الله إن شاء الله. عندنا محسنين من كل ولايات الوطن، وعندنا محسنين من الخارج. عندنا الجالية الجزائرية اللي في الخارج أعطتنا دعم قوي بخصوص هذا المشروع الخيري العالمي. المبادرة تعتمد في تمويلها على مانحين من مدن مختلفة في جميع أنحاء الجزائر وآخرين من الجالية الجزائرية بالخارج، وبالطبع المتطوعين الذين يقدمون الطعام، بالإضافة إلى الطهاط المتطوعين الذين يقدمون خدماتهم للصائمين والمحتاجين بدون أي مقابل.